عند أحد البيوت في أحد المدن الأمريكية في الهالوين ساكن واحد من أبأس الأشخاص في العالم طول عمره، وهو وحيد ونفسه يحضر حفلة هالوين مع الناس، بس للأسف ما بيجولهوش دعوة، وهو اسمه كريس وشغال قضابة مرور، والناس بتكرهه أكيد لأنه بيعمل شغله وبيوقع لهم مخالفات. وفي مرة لما خلص شغله ومع اقتراب ليلة الهالوين يلاقي رسالة تحت رجله، وهي دعوة لحفلة في ليلة الهالوين اسمها ليلة القتل، ومكتوب فيها انه لازم يروح لوحده للحفلة، ومش عارف الدعوة وقعت من مين بس مش مهم، اخيرا هيقدر يحضر حفلة ويحتفل، بس عنوان مكان الحفلة هو ما يعرفهوش، ولما رجع لبيته لقى حد كسر له يقطينة الهالوين وما اهتمش، ودخل بيته ومعاه علاجه المهدئ ومحضر حلويات لمشاهدة افلام الرعب الكلاسيكية الاول قبل الحفلة، ولكن اوتو لانس مش عايز يقوم من على الكرسي، فسابه كريس على الكرسي وراح يدور على عنوان الحفلة، ومش مهم هيروحها بدري عادي، وطبعا نسخة من العنوان ولازم يروح للحفلة ومعاه هدية، فراح جاب يقطنة الهالوين المحطمة بتاعته وهيعملها ككيكة وهياخدها معاه للحفلة وحط فيها زبيب كتير جدا، واي حفلة للهالوين لازم يكون ليها زي تنكري، ولقى كريس الزي بتاعه قديم ومش مناسب ليه، ففكر وقرر انه هيعمل هو زي تنكري للهالوين بنفسه عن طريق ورق الكرتون واللزق والحبال، وعمل زي محارب ورق الكرتون وجهز الكيكة وهيودع اوتو لانس وهينطلق للحفلة خلاص، وساب كمان للاطفال حلويات بره البيت قبل ما يمشي عشان ما يخبطوش على الباب ويزعجوا الاوتو لانس. وكريس في المترو يلاقي مغني راب بيغنيله انه هيروح حفلة لأسوأ ليلة في حياته كلها، وما اهتمش بيه وخرج من المترو وماشي على الخريطة للوصول للمكان، والناس حواليه مستغربين من زيه التنكري، بس مش مهم كده كده كل ازياء التنكر في الهالوين غريبة هي جت عليه يعني. كل ما يمشي على حسب الخريطة يلاقي نفسه بيبعد عن زحمة الناس وبيتجه لمكان معزول ما فيهوش حد خالص، وحس بالخوف ولكنه مصمم يروح للحفلة، وهو ما يعرفش تفاصيل عن الشارع اللي فيه الحفلة انه عدد سكانه قليل جدا ومعزول ويعتبر مكان للمجرمين. ووصل للشارع اخيرا، وكمان وصل للبيت او المبنى رقم 209 وشكله قديم، وهو ده المكان اللي المفروض الحفلة فيه، والغريبة ان كريس لقى الابواب مفتوحة عادي ومفيش اي صوت من جوه يدل على وجود حفلة، ولا في حتى حراسة عشان ياخدوا منه بطاقة الدعوة، ولا اي حد موجود حتى عشان يستقبله، وبرضه مهتمش ودخل للمكان ولقى مايكل، ولما شافه فرح ولبس قناع الذئب بتاعه، وجات ليكسي وخدت منه الدعوة، ولاحظ كريس وجود فاس ومنشار ومطرقة وادوات حادة اكيد مش للحفلة، ومايكل خد الفاس عشان يهجم عليه وهو مش واخد باله، ولكن الفاس اتربط في سلسلة بالغلط وهجموا على كريس وربطوه وهيصوروه كمان، وبول يقول له ان الحفلة هي حفلة قتل حقيقية ولازم يبتسم للكاميرا قبل ما يموت، وهم بيصوروا الضحايا وهم بيعذبوهم ويقتلوهم عشان يبيعوها للاغنياء المجانين مقابل فلوس، ومش هيبدأوا الحفلة الا لما قائدهم الكسندر يظهر، ومعهم سفاح اسمه ويليام مشغول باللعبة بتاعته ومش معهم خالص، وبتظهر سكاي صديقته وهي بتاكل كيكة كريس، والمشكلة انها عندها حساسية من المواد الحافظة، والزبيب اللي في الكيكة هو صناعي ومليان مواد حافظة، وكريس يأكد على كده ليها، وراح مايكل يقعدها قبل ما يغمى عليها، ولكنها وقعت على حديدة حادة ودخلت في راسها وماتت سكاي، وراح مايكل على كريس يتهمه بقتل سكاي، وهو كده مش هيستنى القائد لحد ما يجي عشان يقتله، هو رش عليه بنزين وهيحرقه خلاص، ولكن سكاي قبل ما تموت بدلته بالخل كمقلب، وكده كريس خلاص مش هيعرفوا يولعوا فيه، وكل ده وويليام منفصل في عالم تاني خالص عنهم ومشغول في لعبته، ومايكل بيشرب عشان ينسى اللي حصل لسكاي، وليكسي مش مهتمة خالص، والقائد هيوصل خلاص وهيتضايق لو اكتشف مقتل سكاي، ولفوها في بلاستيك وهيحطوها في صندوق قديم هيخفوا جثتها فيه وداروا على الدم بتاعها، وراح مايكل يظبط في كريس استعدادا لوصول القائد بتاعهم الغني واسمه
اسمه ألكسندر ومتنكر زي مصاص الدماء، والليلة معاه شريكه وصديقه زايكو ومعاه كلبه كمان، وفرحان بكريس الضحية بتاعتهم الليلة وهيخلوه ضحية مميزة لحفلة قتل الليلة اللي بيعملوها كل هالوين كل سنة. ولما سأل على سكاي هم قالوا له انها ما جاتش الحفلة وراحت لحفلة تانية، والكلب ساعتها متشد لجثة سكاي اللي في الصندوق القديم، وخدت ليكسي بالها وهتخرجوا برا المكان بحجة انها عندها حساسية منه. وألكسندر مش مهتم وامر زايكو يروح يتأكد من هوية كريس، ولقاه شرطي مرور ورمى زايكو لألكسندر محفظته بعد ما سرق فلوسه. وليكسي الليلة مجهزة كل معدات التصوير عشان حفلة القتل بتاعتهم، وبول متضايق ان ألكسندر مدهمش فلوس من فترة رغم انهم مخلصين معاه في الشغل، ولكنه يطمنه ان زايكو معاه حقن فيها مواد هتديهم قوة عشان يسهروا لحد منتصف الليل لبدء حفلتهم وتعذيب كريس وقتله. وألكسندر بيسمي اللي بيعملوه ده باسم الفن، وكل هالوين بيستنوا ساعة السحر بتاعتهم وهي منتصف الليل عشان يبدأوا الحفلة. ويفرحهم ألكسندر انه فيه ناس اغنية عرضوا عليه اكتر من 300,000 دولار في مقابل فيديو الليلة اللي بطله هو الضحية كريس، وعرض الليلة هيكون مميز ومش هيتنسي. وهم مشغولين بالتفكير هم هياكلوا ايه دلوقتي، وبيكون كريس هرب بعد ما حرر نفسه وهم لقوه مستخبي وسط الكراتين وجري منهم بسرعة وهيدور على مخرج من هنا، وهم كلهم وراه بالادوات الحادة للقضاء عليه، ده لو هم اضطروا لانهم عايزينه حي لحد منتصف الليل. وحبس نفسه في غرفة وملقاش كريس مخرج خالص، وهم كلهم على باب الغرفة معاهم اسلحة وخد اي ادوات موجودة، ولكن لما رماها قدامهم محدش فيهم اتأذى وما كانش عنده حل غير انه يحاول يكمل جري، وهم مستغربين منه ومهما يهرب هم وراه، وقبضوا عليه وربطوه بسلسلة حديد وكل ده، ولسه ويليام مشغول باللعبة ومش مهتم بيهم. ودلوقتي بدأ يرسم صورة لكريس كذكرى قبل ما يقتلوه، وبول بيزبطه عشان شكله يكون حلو في الكاميرا والفيديو كمان يكون جميل. ومشكلة مايكل انه بيحب ليكسي جدا، وللأسف القائد ألكسندر بيستغلها، ومايكل متضايق جدا ولكن مش عارف يعمل حاجة. وكلم بول صديقته سارة عشان تيجي تساعده في التصوير لانه لسه مبتدئ، وخدوا من كريس نضارته وقت القتل قرب، وزايكو مجهز المادة بتاعته اللي هتديهم قوة ونشاط عشان يقدروا يسهروا في الحفلة، وكلهم خدوها. وألكسندر حطها بكمية كبيرة في اكلهم لانه بيخطط مع زايكو للقضاء عليهم، ولكن بعد لما يخلصوا الفيديو الاول وتأثير المادة بدأ يشتغل وحسوا بالنشاط، ولكنهم بدأوا يتجننوا ويهلوسوا، حتى ادوا المادة دي لكريس برضه وحس بالطاقة وحس انه هيتجنن. ومايكل يعترف للكل بحبه لليكسي من الصغر، ولكنها مش مركزة ولا مهتمة ونامت، وكلهم بسبب جرعة ألكسندر في الاكل بتاعتهم هيتجننوا وهيقتلوا في بعض. وحسوا بنشاط كبير، ورأس ألكسندر مع ليكسي بيقطع في مايكل وبيشرب مشروبه الكحولي وغرق نفسه بيه عشان يحاول ينساها. وزايكو هو وألكسندر ما خدوش المادة من الحقنة لانهم هيفضلوا كده مركزين عشان يستمتعوا هما بيشوفوا الفريق بيقضي على بعض بعد لما يخلصوا حفلتهم لقتل كريس. وويليام يا صديقي المادة جواه خلته يروح على الكلب بره ويقعد يكلم فيه، وباقي الفريق عمالين بيتريقوا على رسمته لكريس، وهو متضايق منهم لاستهزائهم بفنه. وراح ألكسندر لزايكو ويطلب منه يخرج ويروح يجيب ليه شنطة المادة بتاعته اللي نسيها في عربيته، وهو معاه المذكرة بتاعته اللي الأغنية أساميهم مكتوبة فيها وهيدفعوا الفلوس لقتل كريس. وبول لقى صديقته سارة وصلت وهي مش عارفة حقيقتهم انهم مجانين سفاحين بجد، وقايل لها ان كل ده مجرد تمثيل، وبيحاول كريس يحذرها بس مش عارف. وليكسي وألكسندر متضايقين لان الحفلة دي حفلة خاصة وهي مش المفروض تكون هنا، ولكن بول يقول لهم مش مهم، حتى لو اكتشفت حقيقتنا هنقتلها مع كريس. ومايكل بأمر من ألكسندر خرج بره لمراقبة الكلب، وبسبب المشروب الكحولي اللي مايكل غرق نفسه بيه هو كده دلوقتي بقى قابل للاشتعال، ولما يجي يولع عشان يولع سيجارته وهو مش واخد باله ولع معاها. وكريس بيتكلم وبيحذر سارة من السفاحين بس هي مش مهتمة وبتصوره عادي. وربطت ليكسي الكلب في كرسي كريس لانها اكتشفت حريق مايكل، وخدت طفاية لانقاذه وما كفاش انبوبة واحدة وطفته بكل الانابيب، وبيحاول كريس يستخدم الكلب لتحرير نفسه ولكنه فشل ونجح يحرر الكلب. وراح على الصندوق القديم وألكسندر خد باله، ولما راح يتأكد لقى سكاي مقتولة ومهتمش بيها، وراح
بول وحقنه بالمادة وبدأ ألكسندر يحس بالنشاط والهلوسات. لا ده كمان اعترف ليهم باللي لقوه في مذكرته انه اصلا مفيش فلوس هيديها لهم ومفيش رجال اعمال، وكمان انه اتفق مع زايكو لقتلهم كلهم. ومايكل كل ده مغمى عليه، وزايكو وصل بكيس المادة المفضلة بتاعت ألكسندر، وألكسندر يقول له اقتل الكل يا زايكو. وزي ما هم متفقين قتل زايكو بول وسارة المصورة قبل ما تهرب. ومايكل بسبب الحريق قناع الذئب التصق بوجهه وحاسس بالغضب وراح على منشاره، والكلب كل كيس مادة ألكسندر وحس بالنشاط. وكريس كل ده مربوط وحواليه المجانين بيهجموا على بعض، ومايكل معاه منشاره، وويليام خسر في لعبته المفضلة واتضايق جدا. ومايكل قتل زايكو وراحت ليكس تحاول تحرر كريس عشان يهرب من المهزلة دي، لان الامور خرجت عن السيطرة. حتى كلب ألكسندر هجم على ألكسندر واصابه، وراح ويليام وكمل على ألكسندر وقتله نهائيا، وكمان راح على ليكسي وقتلها. وكل ده بسبب انه خسر في لعبته. واخيرا كريس اتحرر ولازم يهرب فورا من ويليام السفاح المجنون ومايكل الغاضب بالمنشار، ولقى كريس نضارته وهيحاول يلاقي مخرج من هنا. وفاق مايكل من التعب من تاني، ومشكلته ان المنشار بسلك ولازم كهربا طول الوقت عشان يشتغل. واكتشف مقتل حبيبته ليكسي واتهم كريس ان هو اللي عمل كده، ومهما حصل هو هينتقم منه، وويليام اصلا هو اللي قتل ليكسي. وكده كريس لازم يهرب من مايكل وويليام في نفس الوقت، ولقى مخرج من المكان وحس انه كده في امان، ولكنه لقى نفسه طلع لسطح المبنى ويليام جاله بالفاس عشان يقتله، ولكن كريس كمل هرب ولقى مايكل كمان قدامه وكمل هرب منهم هما الاتنين. وخرج من المبنى كله ووصل لاحد الحفلات ويقول للناس على السفاحين انهم بجد وهيقتلوه، وهم طبعا مش مصدقينه لانه اكيد فيه سفاحين بسبب التنكر في الهالوين. وسابهم للبحث عن تليفون عشان يكلم الشرطة، ولقى التليفون فعلا ولكنه راجل متنكر في زيه. ووصل ويليام للحفلة وسأل على كريس الا على شكل فارس الكرتون، وارشدوه ليه. ونزل ويليام وراه للحفلة تحت ولكنه مش لاقيه، وراح شرب مشروب يساعده على التفكير. وبيكون كريس مستخبي ورا الحيطة المضيئة، ولكن ظله باين وشاف ويليام وراح عليه وهجم عليه، ولكن كريس جري. وبيكون مايكل بالمنشار والسلك فوق المبنى لمحاولة الانتقام من كريس اللي قتل حبيبته ليكسي، ومايكل فاكر كده. ووصل كريس لمسرح المكان والحارس افتكره انه واحد من الممثلين، وما اهتمش بطلب المساعدة بتاع كريس. فكمل كريس هرب ودخل غرفة الممثلين للاختباء، وهي غرفة الفن والكل ممثلين ومستغربين منه، وهم مش هيصدقوه بخصوص السفاحين، فراح استخبى وخلاص. وبيكون ويليام وصل وشاف صاحب الحفلة والمسرح واسمه سيسرو، واعجب جدا بشكل ويليام كسفاح، ويعرض عليه ينضم للممثلين ويعمله فقرة على المسرح. وسيسرو قال له انه شاف فارس ورق الكرتون دخل لغرفة الفن، وراح ويليام للغرفة وملقاش كريس المختبئ، فاتضايق وقرر انه يستخدم فاسه ويقتل في اي حد قدامه. والممثلين كانوا فاكرينه مجرد ممثل زميل ليهم، وخاف كريس وظهر من مخبأه ولقى الكل مقتول. وويليام بيكسر في كل يقطين الهالوين وعمل مذبحة هنا، وحاسس سيسرو ان صوت الصراخ ده بيدل على جاهزية الممثلين للحفلة، وامر الحراس بادخال الناس. ومايكل فوق المبنى وسأل الناس على فارس ورق الكرتون، وهم معجبين جدا بزيه التنكري ومش عارفين انه محروق بجد، وقالوا له على مكانه ومش عارفين انه وحش سفاح دلوقتي. وبعد ما ويليام قتل الكل خلاص وحاصر كريس في الغرفة فهيقتله هو كمان. وبيكون مايكل وصل السلك بالكهرباء وشغل المنشار، ولكن توازنه اختل ووقع مع السلك وخد كريس المنشار الشغال، وبدل ما يستسلم لويليام هجم هو عليه بالمنشار وقتله وغطى وجهه باليقطين كشكل جمالي. ولما مشي الناس بدأت تستكشف المكان ومنبهرين بالدم والفن التمثيلي ومش عارفين انه مش تمثيل ده بجد. وطلب كريس من الحارس التليفون لإبلاغ الشرطة، ولكنه لقى انه مفيش شبكة هنا اصلا، وكده كده هو خلاص خلص على السفاح ويليام. وساب كريس المكان ومشي وهو مش مصدق انه نجا من حفلة القتل والسفاحين المجانين دول، وعمره ما هيروح حفلات تاني مهما حصل. والساعة بقت 6 الصبح واليوم الجديد بدأ، وليلة
الهالوين خلصت، وهيبدأ كريس اليوم بالعلاج المهدئ بتاعه أملاً إنه ينسى اللي حصل له في الهالوين. ورجع للمدينة بيسلم على الناس ومستغربين من الدم اللي عليه، وخد الباقي من الحلويات اللي سابها للأطفال وفتح بابه ودخل بيته للراحة. وكريس الموظف المثالي نجا من السفاحين خلاص، حتى أوتو لانس حس بمعاناته وساب له الكرسي خلاص عشان يقعد كريس ويرتاح، وكده بتكون حفلة القتل خلصت. والملخص كمان يا صديقي، ولمزيد من أفلام السفاحين هسيب لك رابط ليهم في الوصف تحت الفيديو.